أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، ومازلنا مع حضراتكم في هذه التغطية الخاصة والمتعلقة بتوقيع الاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بالخرطوم. وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا في القصر الجمهوري. تضمن هذا الاتفاق أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة في الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي، مع ضمان انتقال السلطة الانتقالية في الموعد المحدد لسلطة مدنية منتخبة. أكد الاتفاق على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية. دكتور عدلي بعد التحية، السؤال الذي يطرح نفسه، إلى أي مدى كانت السودان في حاجة للوصول لمثل هذا الاتفاق وهذه البنود؟ يعني أنا رأيي أن هذا الاتفاق هو بداية تحول حقيقي للوصول بالسودان إلى بر السلام. الاتفاق أنا بعتبره انتصار للجميع، انتصار لسيادة السودان، حقن دماء أبنائه وحفظ الأمن والاستقرار فيه، انتصار لاستمرار الإصلاح والتنمية وحفاظ على السودان من التفكك، انتصار لصوت العقل والحكمة. هم النهاردة المجلس العسكري مع المكون المدني يعني فكوا الاختناق وحافظوا على دماء الشعب السوداني، وعاد الدكتور عبدالله حمدوك وراءه حاضنة سياسية أوسع وأكبر بمشاركة كل أطياف الشعب السوداني وأحزابه، وخرج من السيطرة والتسلط المرتبط بالحرية والتغيير واللي كانوا بيصوروا له أن هم الحاضنة السياسية الوحيدة له. نعم. وعاد المجلس السيادي بأنه لا تدخل في العمل التنفيذي وضمن حقوق كل السودانيين في المشاركة في الفترة الانتقالية. طيب دعنا نتحدث عن هذه النقطة، فكرة أن عدم التدخل المباشر في العمل التنفيذي، أهمية أن يكون ذلك على أرض الواقع منفذ بالفعل، ما هي؟ وطبعا الحريه والتغيير كانوا بيقيدوا سلطه الدكتور عبد الله حمدوك في العمل التنفيذي. هو النهارده اصبح كل اطياف الاحزاب السودانيه مشاركه معاه في الوزاره اللي هتتشكل، وبالتالي يصبح عنده قدره كبيره على انجاز مهام الفتره الانتقاليه. وفي ظل وجود مجلس السياده اللي بيمثل كل اطياف الشعب السوداني، شفت حضرتك المشاركه اللي في مجلس السياده شارك فيها كل الأقاليم السودانية وكل الفعاليات السودانية، وبالتالي يصبح السعي الدائم للطرفين إلى أنهم ينتقلوا بالسودان إلى تحقيق أهداف الفترة الانتقالية وبناء هياكل الدولة لإعداد الانتخابات حقيقية ينجح فيها من يختاروا الشعب السوداني ومن يختاروا الشارع السوداني، ويدي فرصة لكل الأحزاب أنها تبقى موجودة في الساحة حتى لا يضيع حق طرف من الأطراف أثناء الانتخابات، لأنه سيطرة الحرية والتغيير كان معناها الانتخابات هم اللي يبقى موجودين في الساحة، هم اللي يمارسوا العمل التنفيذي، وبالتالي يضيعوا كتير من حقوق الأحزاب السودانية المختلفة. النهارده الكل بيشارك، الكل في حالة توافق ورضا، والكل فك الاختناق اللي كان موجود، ولما نعود لبداية المشكلة، هي بداية المشكلة كان الخلاف على توسيع قاعدة المشاركة. يعني الخلاف بين المجلس العسكري وبين المكون العسكري وبين الدكتور عبد الله حمدوك كان هو توسيع قاعده المشاركه، والدكتور عبد الله حمدوك كان يرغب في توسيع قاعده المشاركه فعلا، لكن الحاضنه السياسيه الخاصه به وقتها الحريه والتغيير كانت بتضغط ان تظل قوى الحريه والتغيير هي القائمة بالعمل التنفيذي وهي المشاركة في الحكومة الانتقالية. نعم بالفعل زي ما حضرتك بتتكلم، منذ قليل كان معنا الفريق حنفي عبد الله مدير مركز الدراسات الدولية، كان يتحدث عن هذه الاتفاقية وهذه البنود أنها تساعد الدكتور عبد الله حمدوك في تنفيذ سياساته، أنه كان لا يستطيع أن ينفذ هذه السياسات في السابق، لكن بهذه الاتفاقية لديه الاستطاعة. بالضبط، يصبح النهارده عنده الحق الكامل في أنه ينفذ أهداف الفترة الانتقالية بكل ثقة، ووراءه كل أطياف الشعب السوداني وكل الأحزاب السودانية وكل مكونات الشعب السوداني، كل مكونات أطيافه موجودة في الحكومة وموجودة في المجلس السيادي، وبالتالي يصبح السعي لتحقيق فعلا أهداف السودان والحفاظ على سيادته والحفاظ على منجزاته
وتكوين بقى مفوضية لإعداد دستور ومحكمة دستورية وإشراك الشباب في الحكم وكل الهياكل التي توقفت كثيرا أثناء الفترة الانتقالية في السنتين اللي فاتوا، لأن يصبح السودان قادر على أنه يجري انتخابات حقيقية تبرز القوى الفاعلة والقوى التي يرغبها الشعب السوداني في بناء حكومة مدنية والانتقال بالسودان إلى بر الأمان. دكتور عدلي، على ذكر إشراك الشباب في الحكم، إلى أي مدى هذه تعتبر نقطة فاصلة؟ لأنها ليست المرة الأولى التي يتم الحديث عنها، عن أهمية مشاركة الشباب في الحكم، أهمية مشاركة الشباب في المستقبل السوداني، ويتم التأكيد على فكرة أهمية مشاركته في الحكم تحديدا، وأن يكون له صوت مؤثر. ولو تلاحظي حضرتك، اللي كان موجود دايما في المظاهرات وفي الشارع السوداني هم معظمهم الشباب السوداني، والشعب السوداني شعب مثقف وشعب محترم وشعب لديه من الحكماء، والنهاردة اللي وصلوا ليه ليس ضغطا من الخارج، إنما هم حكماء السودان. حزب الأمة السوداني ذو التاريخ الطويل جدا في العمل السياسي، والعمل السياسي بدون الخروج إلى الشارع كان هو الحاضنة للوصول إلى هذا الاتفاق. وبالتالي مشاركة الشعب السوداني في الفترة القادمة ستجد هناك حالة من الوئام والوفاق اللي توصل الجميع إلى نتائج ترضي الشعب السوداني وتحقق أماله وطموحاته وتسير فيه من أجل التنمية. وبالتالي الأمر الآن مرتبط بتشكيل الحكومة، قدرات الدكتور عبدالله حمدوك التي أصبحت أكثر اتساعا وأكثر قدرة على الإنجاز. ولو تلاحظي حضرتك، الفريق البرهان ذكر أن ليس هناك خلاف مع الدكتور عبدالله حمدوك، وأن احنا بنتفق معاه، وأن احنا بنحترمه، وأن احنا كنا متواصلين معاه خلال فترة الخلاف، والخلاف هو كان توسيع قاعدة المشاركة، وده اللي وصلوا ليه النهاردة، تعديل الوثيقة الدستورية بتوسيع قاعدة المشاركة للجميع ليرضى الجميع وليتوائم الجميع وليتوافق الجميع. نعم، حكومة تكنوقراط، كيف من الممكن أن نتصور شكلها هذه الحكومة؟ أتوقع أنها حكومة كل اللي فيها يعني مرضي عليهم من كافة أطياف الشعب السوداني من الأحزاب السودانية، وأسماء معروفة، أسماء لها تاريخ في العمل الحكومي والعمل التكنوقراطي، وقادرين على أنهم ينفذوا أهداف الجميع دون تحيز لحزب من الأحزاب أو لأي فئة من فئات المجتمع السوداني، إنما المصلحة العامة والحفاظ على أمن السودان هيكون هو المصلحة الأساسية والخط الرئيسي اللي ستسير فيه الحكومة. نعم، وعلى ذكر الحفاظ على السودان، استكمال المؤسسات المختلفة، وهذا أيضا من ضمن ما جاء في البنود التي نتحدث عنها اليوم، توقعاتك متى سيتم بالفعل الاستكمال بنسبة 100%، وكيف ستكون الصورة بعد استكمال كافة المؤسسات؟ أعتقد بقدرات الشعب السوداني، وبعد ما هذه الحالة من الوفاق وتعديل الوثيقة الدستورية بما يسمح بتحقيق كل المنجزات المتبقية في الفترة الانتقالية، المجلس الدستوري وإعداد دستور والمحكمة الدستورية والنيابة العامة والحاجات اللي باقية في الهيكل المؤسسية لإعداد الدولة لإجراء انتخابات، أتوقع إن ده ممكن في خلال سنة قادرين انهم ينجزوها ويدخلوا بعد كده مرحله اعداد يعني الاحزاب تبقى اصبحت اكثر استعدادا لاجراء الانتخابات وفرز بقى الاصوات وفرز النتائج بحيث تحقق اهداف الشعب السوداني، والحزب اللي ينجح او الاحزاب اللي تأتلت مع بعضها وتنجح تبقى هي اللي فعلا خارجه من انتخابات حره ونزيهه وديمقراطيه. نعم، دكتور عدلي سعداوي عميد معهد البحوث والدراسات، جزيل الشكر لحضرتك. وينضم إلينا أيضا عبر الهاتف الدكتور حامد فارس، خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، بعد التحية، كيف رأيت هذه الاتفاقية والبنود الخاصة بها، خاصة أنها تحدث عن بنود ربما كان يتم المطالبة بها كثيرا أيضا؟ بيك يا فندم، وأهلا بكل السادة مشاهدي كسرى نيوز. طبعا هذا الاتفاق هو تأسيس لمرحلة جديدة في السودان قائمة على تغليب المصلحة العليا. اتفاق هذا الاتفاق نجا به السودان من محاولة التقسيم والعبث بمقدرات الأمن السوداني، ومحاولة لجر السودان إلى عصور يعني بائدة
وهو اتفاق كبير نتج بين مكونين كبيرين، سواء المكون المدني أو المكون العسكري، وهذه هي الرؤية السليمة التي من المفترض أن تسير عليها السودان في المرحلة القادمة. وبالتالي هذا الاتفاق هو اتفاق لتأسيس مرحلة جديدة ومرحلة انتقالية يتم البناء عليها في الفترة القادمة لإجراء الانتخابات، لتمكين الشباب للعمل على تهدئة الشارع السوداني، وأيضا من الناحية الاقتصادية رفع العبء عن المواطن السوداني الذي يعني كان يعيش مشكلات اقتصادية كبيرة ومشكلات معيشية كبيرة. وبالتالي هذا الاتفاق هو حقن لدماء السودانيين. إذا دكتور حامد، وعذرا على المقاطعة، هل تتوقع بالفعل أن بهذه الاتفاقية وهي موجودة على أرض الواقع بالفعل وتم توقيعها سيكون الحال الاقتصادي فارق بنسبة كبيرة بالنسبة للمواطن السوداني؟ وإن كانت الإجابة بنعم، إذا ما الفترة الزمنية التي من المفترض أن تستغرقها هذه العملية؟ هل على سبيل المثال بتكوين حكومة تكنوقراط أو باستكمال مؤسسات الدولة المختلفة؟ ما هي الأمور أو البنود التي تمت في هذه الاتفاقية التي ستؤثر على الحالة الاقتصادية للمواطن السوداني؟ في ظني وتقديري أن السودان يحتاج الكثير. أولا لابد من إنشاء حكومة كفاءات أو حكومة تكنوقراط تكون مهمتها الرئيسية كيفية رفع المعاناة عن المواطن السوداني. وفي ظني وتقديري أن لابد أن تكون هذه الحكومة بصبغة اقتصادية قوية قادرة على أن ترفع المعاناة عن حياة السودانيين الأشقاء السودانيين، هذا من ناحية. ويكون لديها مهام محددة في أن يعني كيفية التفاوض مع المؤسسات الدولية، لأن المؤسسات الدولية عندما حدثت الهزة الأخيرة في السودان نجد أن المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية يعني لوحت بإيقاف التعامل مع الشقيقة السودان، وبالتالي لابد أن تعيد هذه. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، لكن على كافة الأحوال بالتأكيد مشاهدي الكرام سنحاول أن نتواصل معه مرة أخرى. وبالتأكيد أيضا مشاهدي الكرام هذه التغطية الخاصة ما زالت مستمرة مع حضراتكم، ما زال الحديث عن توقيع الاتفاق السياسي بالقصر اللارئاسي بالخرطوم. وبالتأكيد مشاهدينا الكرام أن هناك الكثير من التحليل لهذه البنود، بنود الاتفاقية نتحدث عن 14 بند تم توقيعه اليوم. عاد إلينا مرة أخرى الدكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية. دكتور حامد، حضرتك كنت قبل فقد الاتصال حضرتك كنت بتتحدث عن تأثير هذه الاتفاقية على العلاقات الدولية السودانية، إليك. أعتذر عن انقطع الاتصال. يعني طبعا يعني بأي حال من الأحوال هذه الحكومة ستكون عليها مهمة كبيرة لتهيئة الأجواء لإقامة علاقات قوية ما بين السودان والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية، لأن هذه الحكومة من المفترض أن تقوم برفع المعاناة عن الشعب السوداني والعمل على رفع الديون المتراكمة على السودان في الفترات السابقة. وشاهدنا أن كانت هناك مؤتمر لدعم الشقيقة السودان في باريس وبمشاركة الرئيس السيسي، والعمل على أن تكون هذه هي النقطة الانطلاق في كيفية رفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق. وهذه النقطة الجوهرية لابد أن تعي الحكومة السودانية أن لديها مهام محددة، ويكون المعيار الأول سواء معيار اقتصادي بحت والعمل والتنسيق مع الدول العربية الشقيقة والدول الإقليمية والدولية في كيفية رفع المعاناة عن السودان وعدم تحميل الكاهل المواطن السوداني بأعباء كبيرة. وبالتالي هذه الحكومة لابد أن تكون تعي وتدرك أن لديها مهام جسام، وهي نقطة جوهرية. يعني اليوم توقيع هذا الاتفاق يمثل نقطة جوهرية. لكن دكتور حامد، هل تتوقع أن الحكومة الانتقالية ستكون قادرة على رفع المعاناة عن كاهل المواطن السوداني فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، أم سيكون الشغل الشاغل الخاص بها وتسيير الأمور وإنهاء الفترة الانتقالية؟ يعني هو هذا الشق ما بين شيئين رئيسيين. أولا لابد أن يهدأ الشارع السوداني لكي يجعل الحكومة قادرة على تنفيذ طلباته والعمل على توفير احتياجاته، وأيضا الحكومة السودانية لابد أن تتعامل بشكل أكثر قوة وأكثر شراسة
في التعامل مع المشكلات التي تواجه الدولة السودانية سواء داخليا أو خارجيا، لأن السودان هي جزء لا يتجزأ من محددات الأمن القومي العربي، وعدم وجود السودان يعني بشكل مستقر وهادئ يؤثر على الأمن القومي العربي ويؤثر على دول الجوار، وكل الدول العربية وعلى رأسها مصر تسعى بقوة إلى استقرار الأوضاع في السودان، وأن تكون السودان دولة ذات سيادة ودولة مستقرة قادرة على تنفيذ مطالب الشعب السوداني الشقيق الذي يعني على فترات طويلة لم يجد من يحنو عليه، ويحتاج في الفترة القادمة إلى حكومة قادرة على توفير متطلباته سواء حياة اجتماعية سواء حياة اقتصادية سواء وضع أمني مستقر. كل ذلك لن يأتي إلا بهدوء الشارع السوداني، وأن يثق الشارع السوداني سواء في المكون المدني أو المكون العسكري، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هناك دولة سودانية إلا من خلال مكون مدني يحكم الدولة السودانية ومكون عسكري يحمي الشعب السوداني من مغبة الإرهاب ومن عقبات كثيرة من إذن لابد دكتور حامد أن نتوقف عند هذه النقطة أو هذا البند الذي جاء في الاتفاق، أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرف على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. إلى أي مدى تنفيذ هذه النقطة مهمة على أرض الواقع أن يكون مشرفا دون تدخل؟ يعني هي نقطة بتبين وبتظهر أنه ليس هناك مطمع من قبل المكون العسكري في الحكم في السودان، وأنه سيسلم السلطة إلى يعني إلى القيادة السياسية الجديدة المنتخبة، والآن يدير الأمور الرئيس عبد الله حمدوق رئيس الوزراء عبد الله حمدوق، وعليه أن تكون الفترة السابقة هي بمثابة يعني جرس إنذار إليه، لأن الفترة القادمة ستكون حكومة حمدوق في المواجهة مع الشعب الذي يريد أن تستقر به الأوضاع داخل السودان، ويسعى وبقوة عليه أن يسعى إلى تذليل العقبات، وأن تكون هذه الحكومة هي حكومة داعمة لمقدرات واستقرار الدولة السودانية. نعم دكتور حامد فارس خبير العلاقات الدولية، جزيل الشكر لحضرتك. وينضم إلينا دكتور خالد عبيد الخبير الأمني والاستراتيجي من السودان. دكتور خالد بعد التحية، من الناحية الأمنية إلى أي مدى هذه الاتفاقية تؤثر على الناحية الأمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولجمهور القناة. أهلا بحضرتك. أفتكر أنه الإعلان السياسي جاء في وقته بعد أزمة سياسية كادت أن تغوط إلى كارثة، وبحمد الله اليوم تم الإعلان السياسي وعودة الدكتور عبد الله حمدوك ليمثل، لكن السكايب ما ممكن. نعم دكتور خالد. عبر الهاتف لا مانع، جاهز الآن ممكن طبعا. دكتور خالد يبدو أننا فقدنا الاتصال بدكتور خالد عبيد الخبير الأمني والاستراتيجي، لكن على كافة الأحوال بالتأكيد سنحاول أن نتواصل معه مرة أخرى لمعرفة تعليقه لما حدث من توقيع الاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بالخرطوم. We'll be right back.
ويعود إلينا مرة أخرى من الخرطوم الدكتور خالد عبيد الخبير الأمني والاستراتيجي. دكتور خالد تحية لحضرتك مرة أخرى، وكنا نتحدث عن تأثير هذه الاتفاقية على الناحية الأمنية، إليك. نعم، من النقاط التي وضحت في خطاب سيدة الدكتور حمدوك رئيس الوزراء القادم إن شاء الله هو توحيد المنصة العسكرية، وهذا ما هو له علاقة بالأمن. وذكر أيضا توسيع المشاركة بحقق متطلبات للشارع السوداني، مما يعني توفر أمن داخلي وتوقف المسيرات والمظاهرات التي ظهرت خلال الفترة السابقة. هناك أيضا نقاط عدة وظهور مكونات مجتمعية جديدة كالإدارة الأهلية والطرق الصوفية وتركيز على قوى الثورة. من هنا يأتي توحيد الجبهة الداخلية، قوى الثورة والشباب والشابات والنساء. نعم نعم نعم، ستكون المشاركة واسعة، سيكون هناك حوار لكل المكونات المجتمعية عدا حزب المؤتمر الوطني بالحكومة السابقة. إذن ما يواجهه الدكتور حمدوك هو خلق آليات وإجراءات مباشرة نحو الشباب. هذا هو الأمر المهم، وهذا هو الأمر الذي يعني يعول عليه الشعب السوداني لتحقيق ما ورد في خطابه اللي هو حقن دماء الشباب. إذن دكتور خالد، إلى أي مدى كان يتم تجنيب الشباب والشابات في المرحلة السابقة؟ تجنيب ليس فقط الشباب والشابات، لكن الشباب والشابات والنساء في المرحلة السابقة حتى يتم التأكيد على هذه النقطة بهذا الشكل. يا أستاذة، 30 عاما لحكومة الإنغاز فترة طويلة أغلقت فيها دور الأحزاب السياسية في السودان، منع العمل السياسي في الجامعات السودانية، وأنت تعلمين ما حدث، حتى ورثت هذه المجموعة التركة من الحكومة السابقة. فليس هناك أحزاب سياسية إلا الأحزاب التي كانت عام 89، أمثال حزب الأمة والحزب الاتحاد الديمقراطي وأحزاب أخرى. عندما أتت هذه الأحزاب الجديدة وجد الشارع نفسه في شباب يرفع لا يملكون الآليات السياسية والمغدرات التي تعكس رأيهم ومتطلباتهم للقيادة السياسية العليا في البلد. هنا دي المشكلة، غير أنهم استخدموا ما يروه في الميديا، ما يسمعونه من مظاهرات في بلدان أخرى، هي كانت الآلة أو الإجراء الذي يستخدمونه لتحقيق مطالبهم. إذن هذا الأمر يحتاج لمعالجات من القيادة السياسية. القيادة السياسية نبعت مجلس السيادة تجريبي حسب ما ورد في خطاب عبد الله حمدوك، وليس له تدخل مباشر في السلطة التنفيذية. على السلطة التنفيذية الآن إيجاد آليات وإجراءات واقتراح لتكوين مفوضية تخص الشباب، تخص الشابات، تخص المرأة، حتى نخرج من هذا المنزلق أو هذا المطب الذي لا يعكس متطلبات هذه الفئة الغوية، الفئة التي نعول عليها لبناء السودان. وارد في مجلس السيادة الأستاذة سلمى المبارك، وهي امرأة ممثلة لمنطقة الخرطوم في مجلس السيادة، هي التي نعول عليها خلق هذه المجموعات. دكتور عبد الله حمدوك غلب المصلحة الوطنية ودعا لتوسيع المشاركة أيا كانت، ودعا في الناحية الأمنية لتوحيد المنصة العسكرية، وأنت تعلمين الموقف الآن في منطقة الغرن الأفريقي ما يدور في جارة إثيوبيا،
ما دار قبل فترة خلال العام. دكتور خالد، ونحن نتحدث عن المصلحة التي تم تغليبها، ونتحدث أيضا عن حكومة تكنوقراط. السؤال الذي يطرح نفسه الآن، إلى أي مدى من الممكن أن ترفع هذه الحكومة الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن السوداني؟ هل ستستطيع هذه الحكومة، حكومة تكنوقراط، في الفترة الانتقالية أن ترفع العبء الاقتصادي أو الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطن السوداني، أم ستكون بمثابة التمهيد حتى يعني عندما تنتهي هذه المرحلة الانتقالية، أن تكون في المرحلة القادمة بعد ذلك هناك بالفعل رفع أعباء عن كاهل المواطن السوداني؟ كيف ترى هذا المشهد؟ من الناحية الاقتصادية كما ذكر الدكتور عبد الله حمايوب، نحن لا نريد أن نبغض ما اكتسبناه خلال العامين السابقين. في مسألة هذا الأمر الاقتصادي، قبل فترة زارنا سيد ديفيد ملباس مدير أعلى قمة حرف في البنك الدولي، وحققنا كثير في هذا المجال في مسألة الديون. بدأنا في شراكات استثمارية، وتكون هذه الأزمة من أسباب هذه الأزمة اللي هي اختلاف المكونات السياسية في الآلية الاقتصادية، هل هي شراكات أم استثمار مباشر أم نقص في الآلية والتقنية الحديثة لدولة السودان وما تحتاجه من أموال. إرفاع ديون جانب، سماح للشركات العالمية لدخول السودان واستثمار، العمل بنظام البوت في بعض المشاريع ذات الصبغة الاستراتيجية كالطرق القومية كمشاريع الطاقة، وهذه بدأ حمدوك حتى لا نبغض هذا. هذا عبد الله حمدوك أنه متوفر جدا في مسألة الصغة بين القيادات العليا. نعم، إذا يبقى السؤال حتى تكون يبقى السؤال دكتور خالد، هل ستستطيع الحكومة الانتقالية بالفعل النهوض بالحالة الاقتصادية، أم أن هذا هو عبء ثقيل لن تستطيع الحكومة الانتقالية أن تقوم بتنفيذه؟ بالضبط هذا ما أردت أن أقوله، هذا عبء ثقيل، لكن نحافظ على ما اكتسبناه خلال العامين السابقين في المسائل الدولية ومسألة الديون ومسألة كيفية استجلاب العملة الصعبة. كل هذه الأمور إذا بدأت طلاب الدولة يسير بوتيرة ثابتة سينعكس هذا على الاقتصاد السوداني. نحن اليوم نتحدث عن حصاد غصن، وبدأنا في إجراءات العروة الشتوية، لكن نسمع هنا وهناك غلة في الآليات والمعدات الحديثة التي تمكن من تنفيذ الحصاد. نسمع ايضا غله او عدم وجود وقود لتنفيذ التجهيز للعروه الشتويه. كل هذا لا يمكن له ان يكون ما لم تتدفق اموال واستثمارات، وتكون هناك شراكات واضحه ومغيده وتخدم مصلحه الشعب السوداني. اذا استمر هذا الحال كما نتمنى ونحلم نحن والشباب، نتوقع خلال الشهور الغادمة سيكون هناك انفراجا في الأزمة المعيشية وانفراجا في مسألة دولاب الحياة، وخلال وصول الانتقالية إلى الديمقراطية ستكون هناك انتخابات، ستجد حكومة أن هناك مؤسسات مبنية وهناك بنية تحتية يمكنها أن تنطلق منها نحو الديمقراطية ونحو تحقيق حلم أن يكون هناك أساس على أساسه سيتم البناء في المرحلة بعد المرحلة الانتقالية. بعد المرحلة نحن الأساس، أنت حددتي المسألة الاقتصادية يا أستاذة. لا، سأتحدث عن كل النواحي الأخرى دكتور خالد بالتأكيد. نعم أنا معك، أنا نعم. معك طيب. لو سمحت لي، المسألة الاقتصادية صعبة جدا لا شك، لأن ورثنا تركة من النظام السابق ديون مليارية
ورغم انعدام الآلية والتقنية الحديثة التي تمكن الشعب السوداني من الاستفادة من موارده، إذا نعم. كان التعدين في البترول أو التعدين في الذهب أو زراعة الأراضي الخصبة أو تحويل الطاقة في السودان لتنغصنا الطاقة، توجد رياح في الشمس في سدود، لكن لا نستفيد من هذه الطاقة لعدم وجود الآلية التي تمكننا من الاستفادة منها. فإذا حصل تحالفات وحصلت انفتاح على العالم الخارجي والبنك الدولي ودول تروبيا وهكذا، يمكن للسودان أن ينهض عبر المشاريع الاستثمارية ويقدم خدمات للشعب السوداني. مع كل هذا، وجود البحر الأحمر هذه النافذة التي لم يستفيد منها السودان منذ الاستغلال، وجود هذه الشركات قد يفتح البحر الأحمر آفاق جديدة. السودان ليس لديه الإمكانيات التي تؤهله لبناء مرافي وموانئ لإعادة التزويد بالوقود أو الصيانة أو حتى الآليات التي تجلب البضائع للانفتاح نحو أفريقيا. هذه المصالح تخدم الدولية وتنعكس إيجابا نحو الشعب السوداني، هذا ما أردت توضيحه. نعم دكتور خالد، دعنا نتحدث عن نقطة أخرى وهو أيضا من ضمن البنود التي جاءت في هذا الاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بالخرطوم، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. أهمية أيضا التأكيد على هذه النقطة وتنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه. منصة سلام جوبا هو اتفاق أساسا بني بعد انسحاب حركات الكفاح المسلح الممثلة الآن في دكتور جبريل إبراهيم ومني أركوي ومالك عقار، وإيجاد منصة منفصلة. يجب إذن التعامل معهم منفصلين. مسألة دمج حركات الكفاح المسلح تعثرت بسبب عدم الإمكانيات وعدم توفير الآليات التي تمكن القوات المسلحة السودانية من عملية الدمج، وهي تجرى عبر عدة مراحل وتحتاج لميزانية مادية عالية، تحتاج لعمل كبير. هذه المنصة الآن كما هي موجودة، كما حصل في مستوى مجلس السيادة، نتوقع أيضا أن تنال استحقاقها حسب ما موجود في اتفاقية سلام جوبا. وهذه اتفاقية موقعة بين جانب السوداني وحركات الكفاح المسلح، ليس هناك مشكلة. المشكلة التي واجهت الحكومة السابقة اللي هي الآليات والإجراءات والميزانية الأموال التي تحول هذه المجموعات، إما كانت حركات تعمل ضد الدولة لحركات تعمل من داخل الدولة، من داخل منصة المؤسسة أو القوات المسلحة السودانية، فليس وسيستحقوا حقهم في الوزارات وهكذا من إجراءات حسب ما وارد في الاتفاقية. نعم، من الخرطوم الدكتور خالد عبيد الخبير الأمني والاستراتيجي، جزيل الشكر لحضرتك على هذه المداخلة وهذا التحليل لما تم من توقيع للاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بالخرطوم، جزيل الشكر لحضرتك. ومشاهدينا الكرام، نتابع مرة أخرى توقيع الاتفاق السياسي بالقصر الرئاسي بالخرطوم الذي كنا نتابعه على الهواء مباشرة منذ نحو ساعة، نتابعه مرة أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفاق سياسي استشعارا للمخاطر المحدقة التي تحيط بالبلاد وتهدد نجاح الفترة الانتقالية، ونتيجة للصراعات التي حدثت بين القوى السياسية
وأصبحت مهددا لوحدة وأمن واستقرار البلاد، ونتيجة لفشل كل المبادرات في احتواء الأزمة السياسية، ترتب على ذلك اتخاذ إجراءات وقرارات بواسطة القائد العام للقوات المسلحة بتاريخ 25 أكتوبر 2021، مع التأكيد على أن الأزمة في جوهرها أزمة سياسية تتطلب قدرا من الحكمة، واستشعارا للمسؤوليات الوطنية عليه تعهد الطرفان بالعمل سويا لاستكمال مسار التصحيح الديمقراطي بما يخدم مصلحة السودان العليا، وتجنبا لانزلاق بلادنا نحو المجهول وانفراط عقد الأمن وسلامته، وضرورة إكمال الفترة الانتقالية ونجاحها وصولا لحكومة مدنية منتخبة، والتي لا تتم إلا عبر وحدة القوى السياسية وقوى الثورة والشابات والشباب والنساء ولجان المقاومة والرحل والنازحين واللاجئين السودانيين. وللخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الحالية، وتأسيسا على قرارات القائد العام للقوات المسلحة، اتفقا على الآتي: أولا، التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لسنة 2019 تعديل 2020 هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية مع مراعاة الوضعية الخاصة بشرق السودان، والعمل سويا على معالجتها في إطار يضمن الاستقرار بصورة ترضي أهل الشرق. ثانيا، يؤكد الطرفان على ضرورة تعديل الوثيقة الدستورية بالتوافق بما يحقق ويضمن مشاركة سياسية شاملة لكافة مكونات المجتمع عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول. ثالثا، يؤكد الطرفان أن الشراكة الانتقالية القائمة بين المدنيين والعسكريين هي الضامن والسبيل لاستقرار وأمن السودان، وبناء على ذلك اتفقا بإنفاذ الشراكة بروح وثقة، مع الالتزام التام بتكوين حكومة مدنية من الكفاءات الوطنية المستقلة تكنوقراط. رابعاً، أن يكون مجلس السيادة الانتقالي مشرفا على تنفيذ مهام الفترة الانتقالية الواردة بالمادة 8 من الوثيقة الدستورية دون التدخل المباشر في العمل التنفيذي. خامسا، ضمان انتقال السلطة الانتقالية في موعدها المحدد لحكومة مدنية منتخبة. سادسا، إدارة الفترة الانتقالية بموجب إعلان سياسي يحدد إطار الشراكة بين القوى الوطنية السياسية والمدنية والمكون العسكري والإدارة الأهلية ولجان المقاومة وقوى الثورة الحية وقطاعات الشباب والمرأة ورجالات الطرق الصوفية. سابعا، التحقيق في الأحداث التي جرت أثناء التظاهرات من إصابات ووفيات للمدنيين والعسكريين وتقديم الجناة للمحاكمة. ثامنا، تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال الاستحقاقات الناشئة بموجبه وإلحاق غير الموقعين على اتفاق السلام. تاسعا، الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي، وذلك بتكوين المجلس التشريعي والأجهزة العدلية من محكمة دستورية وتعيين رئيس القضاء والنائب العام، وتتوالى تباعا تكوين المفوضيات ومؤسسات الانتقال الأخرى ومباشرة مهامها فورا وفق جداول زمنية محددة. عاشرا، ابتدار حوار موسع وشفاف بين كافة القوى السياسية والمجتمعية وقوى الثورة الحية يؤسس لقيام المؤتمر الدستوري. 11، يؤكد الطرفان على ضرورة إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو مع مراجعة أدائها في الفترة السابقة، مع رفضها بالكوادر المؤهلة في التخصصات والخبرات اللازمة التي تمكنها من أداء عملها بصورة ناجزة وعادلة، مع تفعيل لجنة الاستئنافات ومراجعة قراراتها وفقا لدرجات التقاضي المقررة قانونا. 12، إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين. 13، العمل على بناء جيش قومي موحد.
الرابع عشر بالتوقيع على هذا الاتفاق السياسي يلغى قرار القائد العام للقوات المسلحة بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي. الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الدكتور عبد الله آدم حمدوك رئيس مجلس الوزراء الانتقالي. الآن مع فقرة التوقيع على هذا الاتفاق. هذا وقد أكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن الاتفاق السياسي الذي وقعه مع رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك يؤسس تأسيسا حقيقيا لاستكمال الفترة الانتقالية بصورة توافقية. نتابع مشاهدينا الكرام هذه الكلمة، وبعدها ستكون هذه التغطية مستمرة مع حضراتكم مع زميلتي نانسي نور. إلى اللقاء. تحية تستحقونها وأنتم دوما تضربون أروع الأمثال في التضحية وفي نكران الذات. لكم التحية وأنتم تقدسون ثورتكم، لكم التحية وأنتم تدافعون عنها. هذا الموقف الذي نقفه اليوم هو واحد من خطوط الدفاع عن الثورة، ثورة ديسمبر المجيدة. التحية لكل من قدم من أجل هذه الثورة، التحية لكل الإخوة السودانيين الوطنيين الذين وقفوا معنا منذ منذ نشوء الخلاف الواضح بيننا وبين القوى السياسية. نحن كنا عايشين في أزمة لفترة طويلة، الحمد لله نفتكر أنه اليوم بالتوقيع على هذا الإعلان السياسي استطعنا أن نؤسس تأسيس حقيقي لفترة انتقالية كما تصورناها وكما تخيلها الشعب السوداني في بداية التحول أو في بداية الانتفاضة الحدثت في أبريل 2019. نحن نشكر الجهد السوداني الخالص الذي قدمه كل أبنائنا، كل إخواننا وكل أعمامنا، فأننا نظل متوافقين، نظل متحدين مهما حدث بيننا من خلاف. تعودنا دائما أن نحن كسودانيين نحل مشاكلنا برانا، وهذا الحل وهذا الجهد قاموا به إخوة أعزاء ظلوا على سهر وعلى تواصل منذ فترة طويلة، ليست بالجديدة، ليس بعد يوم 25، لكن من قبل يوم 25 نحن لنا شهور كنا ندور في فلك. كان بعض إخوتنا يزعون بيننا للتقارب وللتواصل، ومن بين الذين كانوا يزعون لهذا التواصل الأخ الدكتور عبد الله حمدوك سعى بكل جهد وبإخلاص أن نصل إلى توافق، ولكن لم نتمكن من الوصول إلى ذلك. هذا الانسداد كما تلي في الوثيقة حتم علينا ضرورة التوقف في مسيرة الانتقال وإعادة النظر في ما تم وما سيتم في المستقبل. حقيقة أنا بشكر الدكتور عبد الله حمدوك شكر خاص أنه هو ظل دائما في محل ثقتنا وظل دائما في محل تقديرنا واحترامنا. نعلم حجم التضحيات وحجم التنازلات التي قدمت من كل الأطراف، حتى أننا نحقن دماء أبناء الشعب السوداني، وحتى أننا نحن نحافظ على الفترة الانتقالية التي يحلم الشعب السوداني بأنها
ستنقل هذه الدولة وستنقل الشعب السوداني إلى أمانيه وأحلامه في إقامة دولة الحرية والسلام والعدالة. تحية خاصة للناس اللي كانوا مسهرين لنا، نحن يمكن 5 أو 6 يوم في ناس بذلوا جهد كبير جدا بأنه نحن نوصل لهذا الموقف. أخص بالشكر، أسمحوا لي أن أشكر أخونا عبد الرحيم حمدان وإخوة كسر، كان لهم الدور في أننا نحن نصل لتوافق بنفتكر أنه كفيل بأنه يؤسس لنا تأسيس حقيقي لإكمال فترة انتقالية بصورة توافقية. نحن كما ذكر الأستاذ وكما تلي عليكم، لا نريد أن نقصي أحد إلا ما اتفقنا عليه وهو المؤتمر الوطني. نريد أن نؤسس شراكة حقيقية مع كل القوى الوطنية حتى نستطيع أن نبني مؤسسات قادرة أنها تنقلنا وتأسس لنا الفترة المقبلة. لكم التحية ولكم الشكر، ونسأل الله ربنا يتقبل كل الشهداء، ونحن على عهدنا مع الشعب السوداني ومع كل الحادبين على مصلحته أن نستكمل المسار اللي بديناه ونصل في النهاية لانتخابات حرة نزيهة ما فيها كنكشة زي ما الناس بيقولوا. كلنا نسعى في أن المسألة تمشي بالطريقة السلسة الآمنة المأمونة اللي بتخلي إحنا عندنا حافظين مصداقيتنا للشعب السوداني وحافظين كلمتنا للشعب السوداني. نكرر شكرنا ثاني لأخواننا البزل وهذا الجود، وشكر خاص للدكتور عبد الله حمدوك. إحنا بنفتكر أنه هو أصلاً ما كان بعيد مننا طيلة فترة التفاوض، وأصلاً الاتصال بيننا ما انقطع، وظل صابر وصامد وصبر معانا وصمد معانا لغاية ما وصلنا لهذه اللحظة. تحيتنا له وتحيتنا لكل الشعب السوداني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.